أول شيء أقول حظ أوفر منتخب عمان، حظ أوفر منتخبات الخليجية أجمعين. بيض الله وجيكم على ما قدمتوه في البطولة بالروح الرياضية العالية. خلوني أروح حق الأساس هذا الحين. أقول مبروك لمنتخب العراق، فوز تستحقه، قدمت مباريات على أعلى مستوى، جميع النجوم الصراحة اللي في الفريق سواء كان الأساسيين أو الاحتياط قدموا مستوى ولا أروع في البطولة، استحقوا الفوز. أقول مبروك لكم جميعا، مبروك للجهاز الفني، مبروك للجهاز الإداري ممثلة في رئيس الاتحاد عدنان درجال. أقول للقيادة الرشيدة ألف مبروك، تستاهلون. مبروك للشعب الأصيل، الشعب العراقي، الشعب اللي ما حسسنا في لحظة من اللحظات أن احنا خارج بلدنا، حسسنا أن احنا قاعدين في بيوتنا وفي وطننا. ألف ألف مبروك، تستاهلون هذه الفرحة الصراحة، وتستاهلون هذا التنظيم الجيد والحفاوة الجيدة والاستقبال الجيد. يعني احترنا من وين نقول لكم وش نختار وش نقول لكم. الصراحة ما ودنا نتحرك لحظة من الديرة، لكن دائما الغريب لابد يرجع لأهله. أقول لكم مبروك، تستاهلون، فرحوا واستانسوا واستمتعوا. شكرا خالد.